اهلا بكم، تعالى اكلمكم على المسكوت عنه، المطنش اللي ما حدش واخد باله منه، اللي ناس كتير بتهمل فيه، فيتامين دي. الله، هو فيتامين دي مطنش؟ بدأت الناس ايه تفهم شويه اهميته، بدأوا ايه يقربوا شويه منهم، يعملوا فحوصاته ويعملوا انفستيجيشن خاص بيه. جينا متأخرين شويه عن بقيه العالم. فيتامين دي يا جماعه مهم جدا، وفيتامين دي ثبت علميا طبقا لكل الدراسات الموجودة في اولا الكلينيكال اندوكرينولوجي دي بتاعتنا احنا، دي في الكلينيكال ميتابوليزم، قالوا ان تأثير فيتامين دي، احنا اللي قلنا وقلنا لزمايلنا واساتذتنا دكاترة النساء، قلنا لهم انه مهم جدا لنجاح الحقن المجهري، هو التزام الطبيب بمعدلات والمريض يعني بفحص فيتامين دي وتظبيط معدلاته. عملوا دراسة على 154 ست كانوا بيعانوا من نقص فيتامين دي، و181 ست لديهم فرص وفرة من فيتامين دي، يعني قارنوا بالاثنين. وجد ان السيدات اللي عندهم نسبة جيدة من فيتامين دي عندهم فرص الحمل من خلال الحقن المجهري بنسبة الضعف مقارنة بالستات اللي عندهم نقص في فيتامين دي. الله على هذا الكلام. يبقى لازم حضرتك يا فندم لما تروحي لدكتورك وانتي سواء عندك تأخر إنجاب أو عندك حقن مجهري أو عندك مشكلة خاصة من مشاكل تأخر إنجاب، تقولي له يا دكتور العزيز أنا عايز أحلل الفيتامين دي، يمكن يكون ناسي. وزملائنا وشباب الأطباء ياخدوا بالهم جدا إن فيتامين دي مهم جدا كليفل في ضمان نجاح الحقن المجهري وضمان عموما. طبعا طالما انا بقول ضمان نجاح الحقن المجهري يبقى من باب اولى، من باب منطقي جدا، ضمان حدوث الحمل الطبيعي. النهارده عندنا حوار مثير ومهم جدا وعنوانه مهم قوي، هنتكلم على قنوات فالوب وهنتكلم على بعض المصاعب التي توجد امام مشاكل تؤدي الى تاخر انجاب. بس قنوات فالوب انا بقول إنها هي مظلومة لأن احنا ما اتكلمش فيها كتير، ومظلومة لأن مشاكلها بقت كتيرة بالمقارنة بالحوار الإعلامي التثقيفي. والست عندها اعتقاد إنه قناة فالوب لما يجي سيرتها المشكلة تبقى عنيفة قوي وصعبة الحل. ده انطباعات عند الناس، لكن تعالوا نشوف الكلام العلمي مع صاحب المقام الرفيع وضيفي العزيز، واحد من البارعين اللي بسعد جدا بوجودهم وبحوارهم العلمي الدقيق مبهر، وايضا الذي يختار بدقه متى يتحدث عن ايه والموضوع اللي هيتكلم عنه بالتفصيل هو ايه. ضيفي العزيز استاذ الاساتذه في هذا المجال، استاذنا الاستاذ دكتور عادل ابو الحسن. لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون الحقن المجهري يعتمد على شخص واحد. هل تشوهات الحياة المنوية تلعب دور كبير جدا في فشل الحقن المجهري؟ بالذات لما تكون تشوهات في رأس الحمام المنوي. تشوهات الرحم منها الست مولودة بيها ومنها نتيجة لتدخلات خاطئة. هل الأورام اللي فيها لهذه الدرجة تؤثر على الحقن المجهري؟ جميع الأورام اللي فيها يمكن استئصالها. الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، زميل جامعة كيل للمناظر والجراحات الميكروسكوبية بألمانيا، وعضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم. ضيف العزيز أستاذنا الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، منور الدكتور عادل بيه. أهلا بحضرتك، ده نور حضرتك. النور ده نورك والله. أنت اخترت النهاردة قنوات فالوب، ويعني قلت ده انا هعمل لها حلقه كامله لوحدي. بالظبط بالظبط. ليه؟ لمدى اهميه قناه فالوب او قناتي فالوب. هي حقيقه مش واخده حظها قوي مع العلم، يعني انها من اهم الاعضاء التناسليه عند المراه اللي بتؤدي الى الحمل، سواء كان حمل طبيعي او الحقن بالوسائل الاخصاب المساعده. فانا شايف ان هي مش واخده حقها قوي. كمان الاويرنس عنها وعند السيدات في حاجات كتير قوي ما يعرفهاش عن قناتي فالوب، فانا اصريت ان احنا نتكلم في الموضوع ده ونفرد له حلقه كامله بحيث الناس يبقى عندها الثقافه الكامله في هذا الموضوع. قناه فالوب من المعجزات،
ومن الأشياء التي عندما ينظر لها الإنسان بتمعن يعني هيقول سبحان الله. هو كل حتة طبعا بس قناة فالوب تحديدا فيها إعجاز رائع جدا. تأثيرها ودورها الإعجاز في قناة فالوب إن هي أهم مكان في جهاز التناسلي للمرأة بيتم في تكوين البيبي. يعني هي أولا بتوصل الحوالين المنوي للبويضة أو البويضة الحوالين المنوي ويتم الإخصاب زي ما احنا هنشوف دلوقتي في الفيديو جوه قناة فالوب في الجزء الأوسط من قناة فالوب الأنبولة اللي بتطلع قناة فالوب. قناة فالوب لها أهداب، الأهداب ديت بتاخد البويضة تدخلها جوه قناة يقابلها الحوالين المنوي اللي داخل من المهبل ثم تجويف الرحم ثم قناة فالوب ويتم التخصيب للبويضة بالحيوان المنوي وتغذيتهم بالسائل اللي بيفرز من خلال الأهداب اللي جوه قناة فالوب. وبعد ما يتخصب ويبقى زيجوت ويبقى إمبريو ويخش الرحم بعد 5 أيام ويتكون الجنين. ويبقى دي أهم، أنا رأيي دي أهم خطوة في مراحل تكوين الجنين. فدي دي معجزة يعني، دي بتقوم بدور رائع يعني أو دور رهيب، من غيرها ما ينفعش يبقى في حمل. ينفع في حالة واحدة بس في الحقن المجهري لو هي فيها باثولوجي او مسدوده او فيها سائل او فيها صديد او فيها دم يمنع الحمل الطبيعي يعني. قناه فالوب هي قناه اذا لها شكل تشريحي، لها وظيفه فسيولوجيه بالظبط. في امراض ممكن تاثر على الاكيد على الشكل والوظيفه، فانا عايز اتكلم على الشكل والوظيفه والامراض. اولا قناه فالوب دي هي تقريبا بالنسبه للشكل التشريحي بتاعها طولها حوالي 10 سنتي بالمتوسط، من 10 ل 13 سنتي، وبتطلع امبريولوجي بقى او التخليق بتاعها من الموليريان داكت من الجزء الاعلى او الجزء الاعلى من الموليريان داكت، وهي طولها 10 سنتي وهي المكان بتاع او المكان بتاع تخصيب الجنين فيه في خلال 4 مراحل يعني بمرور ب4 مراحل. قناه فالوب تنقسم لاربع اجزاء، الجزء اللي طالع من الرحم على طول او الجزء اللي داخل جوه عضله الرحم، ثم الجزء الاوسط اللي هو الانبولة، ثم الجزء الاخير اللي هو فيه اهداب قناه فالوب. ده بالنسبه للصفه التشريحيه. هي متبطنه بجوه بقناه او باهداب او سيليا. السيليا دي بتفرز مواد معينه بتعمل نارشمنت او بتعمل تغذيه للجنين او للجنين اللي خاص جوه قناه فالوب. دي بالنسبه للصفه الفسيولوجيه بتاعتها. ثانيا هي ترانسبورت او القناه اللي بتنقل الجنين من داخل التجويف بتاعها الى داخل تجويف الرحم عن طريق حركه معينه بتؤدي في الاخر بعد 5 أيام. هو ده في الصوره هنا يتم اخصاب الجنين او يتم مرحله التخصيب في هذا المكان ثم ينتقل الى الرحم بعد ذلك بحركه دوديه معينه بعد 5 أيام الى داخل تجويف الرحم. دي الصفه التشريحيه والصفه الفسيولوجيه. الامراض التي تصيب قنوات فالوب في حاجات بقى التهابات مزمنه زي الالتهابات البكتيريه اللي هي الجونوكوكاي اللي هي بتعمل تيوب اوفيريان ابسس او بتعمل خراج ما بين المبيض وقناه فالوب، وده بيؤدي الى التصاقات شديده وانسداد في قناه فالوب وانتفاخ لقناه فالوب. شوف دي قناه فالوب جميله قوي من داخل هنا دي السيليا بقى وحتى هنا وداخله فيها داخله عشان غريبة عشان تخصب البويضه. سجاده غريبه سجاده جميله من يعني فيديو رائع اللي احنا شايفينه ده موكيت كانها موكيت يعني بس ده خلقه ربنا بقى، ده حاجه عظيمه جدا. شوف الحركه بتاعت الاهداب والحركه حركه الاهداب دي طبعا بتصورها بالميكروسكوب الالكتروني. يعني هي طبعا ضيقه جدا ما تبانش الا بال دي صوره انيميشن بس تقارب اللي بيحصل فعلا في فعليا يعني. الحاجه الثانيه الامراض بقى. الامراض اللي بتصيب قناه فالوب يا اما امراض نتيجه لالتهابات مزمنه زي الالتهابات البكتيريه او الفطريات، ودي بتعمل حاجه خطيره جدا بتؤدي الى التصاقات وبتؤدي الى انسداد قنوات فالوب بيسموها تيوب اوفيريان ابسس او الخراج اللي ما بين قناه فالوب والمبيض. ودي طبعا لازم يتم التعامل معها بحرص شديد وتشخيصها لازم يكون دقيق جدا سواء كان بالمنظار او بالاشعه بالصبغه او بالسونار رباعي الابعاد. الحاجه الثانيه انسداد قنوات فالوب نتيجه لبطانه رحم مهاجره ممكن تعمل التصاقات شديده في الاهداب بتاع قنوات فالوب وتسد قناه فالوب وتعمل برضو انتفاخ فيها وانتفاخ دموي هنا. برضو ده هيتم التعامل معاه بعد كده بانك تفصلها او تستأصلها او يعني بالمنظار الجراحي. كمان الحمل خارج الرحم احيانا طبعا ده موضوع تاني وموضوع كبير وعايزه حلقات كتير، بس الحمل خارج الرحم اهم مكان فيه في قناه فالوب. قناه فالوب لما يجي فيها حمل خارج الرحم
لازم يتشخص بدري، وتلاقي عشان يتشخص ده لازم عايز تحليل معين بيتا اتش سي جي وكمي عدد هرمونات الحمل كميا، ويكرر بعد 48 ساعة عشان تشخص. ده فيديو رائع عن ريحة الحمام المنوي من داخل الرحم برضو يعدي من قناة الفروة عشان يخصب البويضة. ده طبعا يعني قد يكون الحمل خارج الرحم في قناة فالوب نفسها. في قناة فالوب نفسها دي اهم مكان. يجي بعد كده بقى في المبيض، يجي في البطن، يجي في عنق الرحم، يجي في حاجات كتير، بس اهم مكان هو قناة فالوب سواء كان اليمين او الشمال. وده طبعا بيتعالج بالمنظار الجراحي. هنا بيوريني تقريبا كده، ادي حمل خارج الرحم في قناة فالوب. في قناة فالوب نعم. الجنين فشل في انه يصل الى تجويف الرحم نتيجه بقى الالتهابات، نتيجه ان في انسداد اهو. هنا الجنين واقف هنا اهو. اشوف حته بدا ده انا نفهم هنا بقى ان في حاجه غلط بدات تحصل. غالبا بقى التهابات او جراحه سابقه او التصاقات حوالين قناه فالوب، فبتقف هنا بالذات لو فيه قيصريه اتعمل بطريقه مش كويسه او عمليه اتصال ورم ليفي مش كويس، بيؤدي للالتصاقات في قناه فالوب ما بتتحركش كويس، فيقف الجنين هنا. يقف ولازم يتشخص بدري لانه ده بيعمل نزيف داخلي، ولازم يبقى في حد مايندد من ممكن يحصل الحمل خارج الرحم، والا مش هيشخصه. عظيم. الستات اللي عندهم تاخر انجاب ممكن يسمعوا ثلاث جمل مرعبين. يتقال لهم انت عندك انتفاخ في قناه فالوب، واحده ثانيه يتقال لها لا انت عندك ضيق في قنوات فالوب، واحده ثالثه يتقال لها انت ما عندكش قناه فالوب من اساسه. ايه الثلاث حاجات دول؟ العيوب او الامراض التي تصيب قناه فالوب، يا اما عيوب خلقيه يعني واحده الست اتولدت بدون قناه فالوب، او هايبوبليزيا او هايبوبلاستيك يعني في ضمور يعني مش موجوده خالص، او في ضمور في القناه نفسها تبقى قصيره او يبقى ضيقه جدا، او القناه اللي جوه اللي هي اللي بيمشي فيها الجنين مش موجوده اصلا. فده ده ده, ده ربنا خلقها كده، هي يعني مش موجوده اما فيها ضمور. انسداد في قناه فالوب، انسداد اللي عند الفيمبرال اند بتاعتها اللي هي الاهداب بتاعتها بتتسد نتيجه التهابات نتيجه عمليات كده، فبتتسد فيتجمع فيها السائل اللي بيمشي من جوه الرحم ويخرج بره، اللي بيمشي فيه الحمامات المنويه يتجمع جوه، يبقى سائل راكد يعني يعمل التهابات. هذا السائل بيبقى سام للاجنه يعني بعد كده لما تفضل تتنفخ وبعد كده تنزل في تجويف الرحم جوه يمنع حدوث الحمل. لو حصل حمل يحصل اجهاض، ولازم هنا يبقى في تصرف جراحي بالمنظار عشان تفصلها، يا اما تقفلها وتفتحها من الطرف الاخر عشان ممكن ياثر على الست نفسيا انها تشيل قناه فالوب. هنا مثلا هنا هنشوف بقى الفيديو ده رائع جدا لقناه فالوب، شوف منتفخه قد ايه وبتتفصل ازاي. بص عامله ازاي خياره التخينه كده. بص عامله ازاي، هي طالعه كويسه. احنا هنا لازم هنفصلها قبل اي اجراء لوسائل مساعده الاخصاب بالمنظار الجراحي. ايوه جاست ان احنا حاجه من اثنين، يا بنكويها بالبايبولر بالليزر او ان احنا بنحط كليبس عليها. هنا ده احسن إيه؟ ده بايبولر بنكويها ونفصلها خالص. ده كي كي بالمنظار. كده خلاص لمنك يا ستي. اجراء بسيط جدا، وده على فكره ده من ضمن التحضيرات للحقن المجهري. لازم تستبعد حاجه زي كده من التحضيرات المهمه يعني، وده اجراء بسيط خالص ما بياخدش وقت يعني. ممكن تقف لحد كده وتبعدهم عن بعض عشان ما يحصلش ريكانالايزيشن تاني او هم يلتصقوا مع بعض تاني، فلازم تبعدهم عن بعض او تفصلها تشيلها خالص عشان ما يبقاش لا منها ولا كفايه شرها. بالظبط زي ما بيقولوا يعني طول ما هي متصله هتبدا تنزل كل افرازاتها، تنزل كل مشاكلها على الرحم. تنزل على الرحم طبعا، على الجنين. فالافضل ان احنا نفصلها خالص. هنا بقى الكليبس هيغلقها بس، هيقفلها بس، حط عليها كليبس كده زي ما حضرتك شايف. تيوب الكليب، تيوب الكليبنج. دي ده زي كده بس كليبس. ده يعني اجراء اسرع واسهل لو حد ما عندوش خبره قوي في المناظير يعني او كده، بيحط كليبس ويطلع بس. طيب في سؤال دايما كان يعني يسال، هل يمكن ان تصاب قناه فالوب ببطانه الرحم المهاجره؟ طبعا هي بطانه الرحم المهاجره اساسا السبب بتاعها او اهم سبب ارتداد الدوره الشهريه. جزء بينزل من المهبل وجزء بيرتد عن طريق قناه فالوب. الدم اللي بيرتد عن طريق قناه فالوب ده، ما هو ده بطانه رحم مهاجره، فبينزل منها على الحوض جوه زي ما احنا شايفين كده. هتلاقي في دم نازل من قناه فالوب في الفيديو ده انيميشن، بس ده الواقع اللي بيحصل. يعني بطانه رحم مهاجره بقى في الحوض،
اهو الدواء نزلت من الرحم على تحت، وهنا برضه هيجي هنا في دم هينزل من، هيبان في الفيديو اهو اهو اهو، شايف اهو هنا الدم طالع من قناه فالوب، بينزل بقى على المبايض يعمل اكياس دمويه، وينزل في الحوض يعمل تلات رحم مواجهه، ويعمل في قناتنا فالوب نفسها التصاقات شديده جدا بتؤدي بعد كده انها تبقى مسدوده تتسد تماما. كلمه التصاقات تلات رحم مواجهه على المبايض طبعا قصايد البطش الحمراء اللي عامله زي بالظبط كانها يعني اقول لكم ايه، هجره لجزء من البطانه من طنط الرحم. دايما الالتصاقات مرتبطه بكلمه قناه فالوب. الالتصاقات مرض مزعج، ليه الالتصاقات بتزيد في قناه فالوب؟ الالتصاقات بيزيد في قناه فالوب لان هي دائمه الحركه، فبتلزق في اي حته فيها مشكله. يعني هي على طول بتتحرك عشان في سائل ماشي فيها رايح جاي على طول، فهي الحركه الدوديه بتاعتها بتتم بصفه مستمره طول اليوم. لما يبقى في حاجه عامله لها اريتيشن، عامله لها التهاب، او دم نازل حواليها، بتلزق بسهوله جدا جدا. وعشان كده التدخلات الجراحيه بالذات في امراض النساء يجب ان الدكتور او الاطباء الشبان يهتموا جدا بالانسجه، يعامل الانسجه باحترام شديد، بالذات 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 الجهاز التناسلي عند السيدات، لانه بالذات القناه فالوب والمبيض لو حصل فيهم التصاقات هيؤدوا لمشاكل كتير جدا، اهمها انها مش هتحمل. لو واحده مثلا عملت قيصريه وقعدت بعدها تستنى تحمل، ما تحملش، ركبت لولب تشيله بعد كده ست شهور ما فيش حمل، سنه اتنين ما فيش حمل. ليه؟ في الغالب هيكون حصل التصاقات، والالتصاقات دي مش لازم يكون دكتور، ممكن يكون نوعيه الست نفسها جسمها عنده قابليه للالتصاقات، استخدام الات الى حد ما مش حديثه قوي، كل الحاجات دي ممكن تؤدي الى التصاقات بالذات في قناه فالوب، لانه 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 حاجه رقيقه جدا من السهل انها تلتصق في اي مكان. السؤال اللي جاي ده يعني في بيخطر في بالي بشكل كبير ومهم للغايه، ويهم الاطباء كمان قوي يفهموه، انه دايما عندنا تصور انه تشخيص حالات قناه فالوب مش سهل، وانه ميس دايجنوز يعني يفقد تشخيصه، او يعني بيفوت على ناس كتير في تشخيصه، وتبص تلاقي ست عندها تاخر انجاب ولسه ما تشخصتش. فعايزين نقف قدام تشخيص قنوات فالوب. تشخيص قنوات فالوب دي من اعقد الاشياء ومن اهم الاشياء، ومع الاجهزه الحديثه دلوقتي بتقدر تشخص قنوات فالوب باسهل ما يمكن. يعني كان لازم عشان تشخص زمان لازم تعمل اشعه بالصبغه لقنوات فالوب، او انك تعمل منظار تشخيصي. وانا شايف حضرتك كنت بتتكلم مع مع زميل الفاضل اللي قبل كده ان المنظار التشخيصي ما عادش، حلمي الدسوقي استاذ دكتور محمد الدسوقي، يعني المنظار التشخيصي داخله اتفرج في العمود الفقري مش مقبول دولنا داخله اتفرج. لا، ده انت لازم انت عارف داخل تتفرج وتشتغل، متوقع انك هتلاقي حاجه تعملها. فبقى المنظار دلوقتي كله منظار جراحي. فتشخيص قناه فالوب دلوقتي بيتم بالمنظار، بيتم باشعه بالصبغه، بالاشعه رباعيه الابعاد. هنا بالاشعه التو دي العاديه بيبان جدا الصوص، شايف اهو، شايف قناه فالوب عامله زي خيار المتنيه. ده بالتو دي بالجهاز الصناعي العادي خالص، بس طبعا متقدم يعني. ده قناه فالوب. منتفخه جدا ومسدوده. عامله زي سوسج شيب، زي وفي نفس الوقت ملتويه. زي خرطوم، وانت جيت تنيته في حته تنيته في حته معينه. ده بالتو دي العاديه، لو حد عنده خبره هيقدر يجيبها كويس جدا. الاسود اللي باين ده بالصناعي العادي. بحاجه اسمها سونو هيستوريوجرافي او بالسلاين انفيوجن سونوجرافي هيبان جدا بالتو دي. بالهايكوزي هيبان بالالوان، هيبقى واضح جدا. بالفوق دي هيبان اكتر واكتر. فتشخيص قناة فالوب بقى سهل قوي قوي، بس الناس تمشي سيستماتيك خطوه ورا خطوه بالترتيب. برضو دي معلومه لشباب الاطباء، انه لما ما ينطش خطوه قبل خطوه، لازم يمشي خطوه بالتدريج، واللي بعدها واللي بعدها وهكذا، هيوصل اللي هو عايزه التشخيص دقيق. هنا اشعه بالصبغه واضح قوي في الانبوبه، منتفخه قد ايه ومسدوده منين. دي مش محتاجه بقى حاجه بقى. باينه قوي اهي. بص الانتفاخ عامل ازاي. ده واضحة جدا. دي يعني برضو السوسج شيب. هتخش برضو هنا طبعا اجراء روتيني بالمنظار، هتفصلها او تقفلها مثلا سيمبلي، وبعد كده تعمل بقى محاولة حمل طبيعي للأنبوبة التانية سليمة. لو ما كانش هتعمل حقن مجهري. برضو الحيرة في دماغ الناس، عندي أنبوبة فيها مرض، عندي هدف اسمه ست عايزة تحمل، هنا كيفية التعامل مع هذه المعضلة؟
في ناس كتير على فكرة كل بتقعد تعمل حقن مجهري حقن مجهري حقن مجهري وما تتعاملش مع الحالة المرضية نفسها. فعايز اتكلم على العلاج والتعامل مع الحالة المرضية في ظل رغبة محمومة وساعات مدفوعة بقى بزمن اللي هو ايه، انا هسافر، انا عندي عقد عمل، مسافرين، احنا جايين لك في الاجازة، الحقنة، الكلام ده كله. بص حضرتك، في نقطة مهمة جدا في قنوات فالوب احنا لازم نتكلم عنها قبل ما نخلص الحلقة، وهي انه ممكن يبقى الطبيب شايف ان قناة فالوب لازم يتم التعامل معها بس وخايف يخش علشان في التصاقات شديدة مش هيقدر يوصل لها. مش هيقدر يوصل لها ليه؟ في التصاقات شديدة، فروزن بيلفس، حوض متجمد، فيقوم يقول لك يتغاضى ان يقول للست ان فيها مشكلة، احنا هنعمل حقن مجهري. ما هو يفشل من الاول، ما انت ما عالجتش المشكلة. في حاجة اسمها تريتمنت اوف ذا كوز، لازم تعالج السبب الاول. عشان كده بنقول ايه، لازم توصل للسبب وتشخص كويس وتعالج سبب المشكله ايه، وبعد كده ممكن تلاقي حملت لوحدها طبيعي، مش لازم يبقى هو الحقن المجهري هو نهايه الموضوع. ما حملش طبيعي اعمل حقن مجهري. في التصاقات شديده وحوض متجمد ومش عارف توصل لقناه فالوب، دي ممكن تقفل قناه فالوب من جوه رحم بالمنظار رحمي. يعني برضو دي رساله انا عايز اوجهها لكل الدكاتره يعني او لكل اللي بيشتغلوا في الفيلد. انت مش عارف تقفل قناه فالوب من البطن، ممكن تقفلها من من بالمنظار الرحمي من جوه تجويف الرحم باجراء بسيط خالص، واخد بال حضرتك؟ فيبقى دي نقطه مهمه لازم تعمل. بالنسبه لعلاج مشاكل قناه فالوب، كل موضوع علاج يعني لو حمل خارج الرحم هيتم التعامل معاه بالمنظار، ويا ريت لو كان التشخيص بدري بحيث ان احنا نتعامل مع الحاله قبل ما يحصل نزيف داخلي. بالنسبه لل انسداد قناة فالوب وانتفاخها سواء كان بمية او بصديد او بدم، لازم نخش بالمنظار، ولازم يكون الجراح يكون اكسبرت وعارف انه هيقابل التصاقات ويتم التعامل معاها ازاي، ويوصل لقناة فالوب يقفلها او يفصلها، ولو مش عارف يقفلها عن طريق المنظار الرحمي من تحت قبل الحقن المجهري على الاقل بمدة يعني. خلاص، ده بالنسبة للخراج اللي بيصيب قناة فالوب او الاثنين مع بعض قناة فالوب مبيض، لازم تخش بالمنظار ويعمل درينج، ما يشيلش، يفتح ويفضي ويكوي مكان مفضه ويحط درناه ويطلع وياخد علاج لمده 21 يوم. كل ده كل الناس عارفاه يعني دي خلاص ايفيدنس بيزد ميديسن، هو الطب مبني على الدليل. خلاص ده علاج الموضوع ده. بالنسبه ل مش موجود قناه فالوب او ربنا خلقها وهي مش موجوده او فيها دموع، دي هتعمل حقن مجهري من الاول. فكل حاله ولها العلاج بتاعها، الانديكيشن ولها العلاج بتاعها. يعني التشخيص، وصلنا للسبب بنعالج السبب. ضيفي العزيز استاذنا الاستاذ دكتور عادل ابو الحسن كالعاده ابدع في توصيفه لهذه الحاله المرضيه شديده الانتشار شديده التجاهل، قناه فالوب. خليكم دايما فاهمينها كويس جدا. شكرا دكتور عادل بيه. شكرا جزيلا. خليكم مع الدكتور. شكرا جزيلا.